الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب الفضيلة سعادة الشيخ عبد الهادي أوانج، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فضيلة الأخ الحبيب الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق، صاحب الفضيلة الأخ الحبيب دكتور عثمان مدير ماي أقصى، أصحاب الفضيلة والسعادة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة، وهي تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويشرفني أن أقف أمام حضراتكم في هذه المناسبة الطيبة وأنقل إلى حضراتكم تحيات ودعاء صاحب السماحة والفضيلة شيخنا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، وكذلك بقية علماء الاتحاد الذين كانوا يودون أن يكونوا مع حضراتكم في هذا المؤتمر الذي أعتقد أنه أهم المؤتمرات، لأن شرف العلوم بشرف موضوعاتها. فإذا كان موضوع مؤتمرنا القدس، فأي مؤتمر يعادل هذا المؤتمر في القدسية وفي الاحترام. وقبل أيضاً أن أبدأ بكلمتي، لا يسعنا جميعاً إلا أن نقف إجلالاً واحتراماً وتقديراً أمام جهود إخواننا وأخواتنا المرابطين والمرابطات في القدس الشريف. فهؤلاء الإخوة والأخوات أبلوا بلاءً حسناً، وأثبتوا بأنهم قادرون إن شاء الله على المساهمة الفعالة والصمود والبقاء لتحقيق النصر. وكذلك تحياتنا لغزة الصامدة ولضفة المباركة الصامدة، فبارك الله فيهم وثبتهم الله. وكذلك لا يسعنا ونحن في هذا البلد الطيب، البلد الجميل، الهادئ الهادف، إلا أن نتقدم باسمكم جميعاً الشكر، وأن نقدم إلى هذا البلد شعباً وحكومةً برئاسة رئيسها سعادة أخينا أستاذ نجيب، وكذلك إخوانه الوزراء، ولملك البلاد، ولجميع سلاطين هذا البلد الطيب أجمل الشكر وأخلص الدعاء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد ويزيده تقدماً وازدهاراً في جميع المجالات، حتى يكون لبنة قوية وحصناً حصيناً لأمتنا الإسلامية ولقضيتنا الأولى قضية القدس. ولا يسعني كذلك إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل أيضاً للجنة المنظمة لهذا المؤتمر، لكل من ساهم في هذه اللجنة، ولا سيما إخواننا في هيئة علماء فلسطين. أصحاب الفضيلة والسعادة والسماحة والسعادة، إخوتي الكرام، لا يخفى على حضراتكم دور العلماء، وإنني أعتقد أن هذا الحديث النبوي الشريف العلماء ورثة الأنبياء، هذا الحديث النبوي الشريف يغني عن كتابة سفر عظيم عن دور العلماء. فالعلماء ورثة الأنبياء في كل ما يخص الأنبياء والرسل ما عدا جانب الوحي، ففي الدعوة والتبليغ وحماية الأمة
والنهوض بالأمة وقول الحق مهما كانت النتيجة، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، والتضحية بالنفس والمال وكل ما هو عزيز على الإنسان، كل ذلك جزء من هذه الوراثة. وقد أعجبتني كثيراً كلمة أحد العلماء حينما سئل عن أنه لماذا لا تأخذ بالرخصة، فقال: بالله عليكم، هل كان الأنبياء يأخذون بالرخصة في قضية الدعوة؟ كلا، إنهم كانوا ناطقين بالحق شاهدين على أمتهم، ولذلك سماهم الله سبحانه وتعالى بالشهود في قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلماء شهداء، فإذا كان الرسل شهداء على أممهم، والرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا على جميع الأمم، فإن علماء كل عصر شهداء على عصرهم. إذن من هنا تجب علينا مسؤولية كبرى، وبقدر المسؤولية تكون هناك تضحيات، فليس هناك مسؤولية دون تضحيات، وخاصة وبخاصة إذا كان الأمراء أو معظم الأمراء أو معظم الحكام قد تخلوا عن دورهم الأساسي في حماية الأمة والدفاع عن مقدسات الأمة، فتبقى المسؤولية كاملة حينئذ على العلماء، ويترتب حينئذ على ذلك تطبيق قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا يشمل الأمراء والحكام والعلماء، ولكن المرجعية النهائية لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالعلماء الربانيون القادرون على الاستنباط هم مرجعية هذه الأمة في حالتي الأمن وحالتي الخوف. نحن اليوم في حالة الخوف بالإضافة إلى حالة الأمن، ولا نجد عصراً من العصور حتى عصر احتلال الصليبيين لبلادنا في القرن الرابع والخامس الهجري، وعصر احتلال مغول والتتر لبغداد ولمعظم أجزاء أمتنا، لم يكن هذان العصران أشد من هذا العصر الذي نحن فيه. ولذلك تكون مسؤولية العلماء أيضا كبيرة في هذا المجال بمقدار المخاطر وبمقدار ما تحتاج إليه الأمة من التضحيات الجسام. فلذلك إخوة الأحبة، مسؤوليتنا ومسؤوليتكم كبيرة جدا على أمام أمتنا التي ضعفت ضعفا شديدا، وصلت إلى مرحلة أن يجمع معظم حكام العالم الإسلامي في مكة المكرمة أمام ترامب، وأمامهم يصف الجهاد وحركة المقاومة الشرعية والقانونية والأممية، يصفها بالإرهاب، ولا يتحدى لذلك إلا قلة قليلة. ثم بعد ذلك يستطيع أن يجرؤ أن يجعل القدس الشريف عاصمة لدولة الاحتلال أمام العالم الإسلامي، رغم أن هذا القرار مخالف لقرارات الأمم المتحدة. كل ذلك يأتي من ضعف هذه الأمة. فإذا كانت الأمة ومع هذا الضعف ومع هذه الإهانات، نجد هرولة بعض الحكام نحو دولة المحتل، فمن هنا كم نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الذي يضم بفضل الله سبحانه وتعالى معظم علماء الأمة إن شاء الله الربانيين. أينما كان العلماء فهم نحن نتشرف بوجودهم مع الاتحاد، وعددهم أكثر من 95,000 عالم اليوم، بالإضافة إلى 50 جمعية، وعلى رأسها جمعية علماء فلسطين في الداخل والخارج، واتحادات كثيرة جدا نتشرف بوجودها. ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، وإنما الذي أريد من حضراتكم شيئا واحدا، أن نخرج من دائرة التنديد والتنظير إلى دائرة الفعل والتفعيل، وأن نخرج من دائرة الأقوال إلى دائرة المشاريع. وهذا ما نقدمه إن شاء الله غدا، معالم مشروع سميناه خارطة الطريق، خارطة الطريق لتحرير القدس الشريف، تتكون من قسمين أساسيين بإيجاز. القسم الأول الأبعاد والمكونات التاريخية التي ستساعدنا إن شاء الله، وهي تشمل ثلاثة جوانب أساسية: ما فعله العلماء في القرن الخامس الهجري والرابع الهجري والخامس الهجري، ولا سيما إمام الغزالي وشيخ عبد القادر الجيلاني رحمهم الله ما فعلوه من إعداد الأمة، وكذلك المدارس النظامية والمدارس القادرية، ثم بعد ذلك ما مواصفات جيل صلاح الدين، ثم ما هي مواصفات الذين ينتصرون في الوعد الأولى، في وعد القضية الأولى ووعد الثانية، ما مواصفاتهم، حتى نصل إن شاء الله إلى مشروع متكامل، وأنا سميتها معالم المشروع، ويطرح على حضراتكم ليصبح لنشتغل ونكون لجنة علمية تتفق وتجتمع معنا إن شاء الله كل المكونات الأمة إن شاء الله، ولا سيما من العلماء ومن الجمعيات العلمائية والجمعيات الخبيرة في مجال التخطيط الاستراتيجي، حتى نصل بإذن الله تعالى ليتحقق ولنصل لإعداد الأمة أن يكون فيها عباد لله سبحانه وتعالى أولو بأس شديد، وحتى يكونوا قادرين إعلاميا ليسوءوا وجوه هؤلاء المحتلين. وهذا دليل على قوة الإعلام الذي تؤدي إلى فضح مكايدهم، وأنه يجعل وجوههم سوداء أمام العالم، وحتى يستطيع هذه الأمة ليتبروا ما علوا تتبيرا، وحتى يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. بارك الله فيكم، وليس ذلك بعيدا، هكذا كان العلماء خططوا، ثم أنجبوا جيل صلاح الدين الأيوبي، جيل المجاهدين العلماء، وجيل العلماء المجاهدين. وهذا أملنا فيكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.